بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله الجميع يكون بألف خير. جيتكم بهذه السفيفة ولا هذه الحاشية ولا هذه الزواقة، الأسماء تختلف لكن نفس المعنى، لها عدة استعمالات. تستعمل بزاف، مثلا تزيني بها مأزر مطبخ، ولا حواف تاع الكوفرلي، ولا حواف تاع مخده، عندها متعددة الاستعمالات. فوالا متعددة الاستعمالات. الحين نشوفوا طريقة العمل تاعها مع بعض، سهلة جدا، تبعوا الخطوات فقط، خطواتها بسيطة في متناول الجميع. نبدأ على بركة الله. هاد الحاشية انا استعملت هنا الخيط كوتو رقم 16، كما راكم تشوفوا ديغرادي الان الكوتو بيرلي، ارجع متعدد الالوان، تلقاو جميع الالوان، تلقاو هاد اللون الاحمر الاصفر البنفسجي الابيض اللون البيج، وكذلك هادو الالوان جد جميلة، هادو الالوان ديغرادي كما راكم تشوفوا الابيض والاخضر. انا هنا استعملت هذا الرقم، رقم الكروشي 12، نستعمله دائما مع الكوتون، كوتون بيرلي. راح نبدا على بركة الله. بسم الله، البداية دائما بالعقدة البداية هكذا، نعمل سلسلة، سلسلة متكونة من 12 غرزة، 1 2 3 عملنا سلسلة متكونة من 12 غرزة، راح نغلق في أول غرزة هكذا بمزالكة، تكون عندنا دائرة، راح نرتفع بأربع غرز، 1 2 3 4، ارتفعنا بأربع غرز، نعمل لفتين على الكروشي لأن العمل تاعنا هنا راح يكون بالعمود بلفتين، راح ندخل لهذه الدائرة راح نعمل 12 عمود بلفتين، 1 الأربع سلاسل ما نحسبوهمش، نبدأ الحساب من العمود الأول، 2 2. عملت أخواتي هنا 12 عمود بلفتين. الآن راح نرتفع بخمس غرز، 4 عمود وواحد غرزة المسافة بين الأعمدة، 1 2 3 4 5، ارتفعنا بخمس غرز، نلف العامل هكذا، راح نعمل في كل عمود في هذا السطر، في كل عمود عمود بلفتين، وما بين كل عمود وعمود غرزة واحدة، عملت كل عمود عمود وبين كل عمود وعمود غرزة واحدة. الآن راح نرتفع بالسلسلة هكذا، راح نقلب العمل، في أول عمود نفس الشيء راح نعمله غرزة حشو هكذا، طلعوا بسلسلة
سلسلتين غرزتين، واحد اثنان. في العمود الثاني 2 غرز حشو، واحد اثنين غرزتين. العمود الثالث نفس الشيء، غرزتين حشو هكذا، واحد اثنين. راح واصل بنفس العمل، سلسلتين. وهنا نفس الشيء، غرزتين حشو. هكذا. الآن راح نرتفع بسبع غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ارتفعنا بسبع غرز، راح نأتي ارتفعنا هنا بسبع غرز، راح نأتي لهذا العمود اللي هنا لهذا الأول هنا، نعمل غرزة حشو هكذا. نرتفع بأربع غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نأتي إلى هنا للدائرة ونعمل غرزة حشو هكذا. نقلب العمل، راح نأتي إلى هنا لهذو السبع سلاسل لهذا الفراغ اللي هنا، ونعمل نفس الشيء اللي عملناه هنا، راح نعمل 12 عمود بلفتين، واحد اثنان ثلاثة أربعة، راح نعمل 12 عمود بلفتين. عملت 12 عمود بلفتين. الآن راح نرتفع بخمس غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. ارتفعنا بخمس غرز، راح نقلب العمل راح نعمل نفس العمل اللي عملناه هنا، راح نعمل في كل عمود بلفتين، وما بين كل عمود وعمود غرزة واحدة، نرتفع بغرزة واحدة لفتين هكذا، عمود بلفتين في كل عمود، ونرتفع بسلسلة ما بين كل عمود وعمود. عملت فوق كل عمود عمود وما بين كل عمود وعمود سلسلة، نرتفع كذلك هنا يا بغرزة ونلف الخيط، راح نأتي إلى هنا، لاحظوا إلى هنا، نعمل كذلك عمود هكذا. قلنا نفس العمل اللي هنا راح يكون هنا. الآن نرتفع بغرزة واحدة ونلف العمل هكذا، في نفس العمود نعمل غرزة حشو، نرتفع بغرزتين، العمود الموالي غرزتين حشو هكذا، نفس العمل اللي هنا راح يكون هنا.
هكذا نواصل العمل غرزتين، نأتي إلى هنا غرزتين حشو، أنهينا العمل هكذا. لاحظوا نفس العمل اللي كان هنا قررناه هنا. الآن نرتفع بسبع غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نأتي لأول عمود اللي هنا ونعمله غرزة حشو هكذا. نرتفع بأربع غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نأتي إلى هنا ونعمله غرزة حشو، انتبهوا مليح هكذا. نلف العامل تاعنا ونلف لفتين على الكروشيه ونأتي إلى هنا هذا الفراغ اللي هنا تحت سبع سلاسل، ونعمله 12 عمود بلفتين. دائما أنا نكرر في العامل هذا، راح أعمل 12 عمود بلفتين. عملت 12 عمود بلفتين كما راكم تلاحظوا. راح نعمل نفس العمل، راح نرتفع خمس غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. وهنا قلت لكم عندنا عمود وغرزة واحدة المسافة بين الأعمدة، نقلبوا العامل هكذا، نلف لفتين، نأتي لأول عمود اللي هنا، ثاني عمود ونعمله عمود بلفتين، غرزة واحدة، نرتفع بسلسلة، لف الخيط لفتين وعمود بلفتين. نفس العمل اللي عملناه هنا راح نعمله هنا. عملت فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود غرزة واحدة سلسلة. الآن راح نرتفع هنا كذلك سلسلة ولا بغرزة، كل واحدة كيفاه كتكون الغرزة. كاين اللي يقولوا لها عين ولا فراغ ولا، المهم هنا التسميات تختلف. ارتفعت بسلسلة واحدة، راح نلف لفتين خواتاتي، يكون هنا واحد العمود هنا، انتبهوا بالك وتنساوه في العمل. راح نأتي الى هنا ونعملو عمود بلفتين هكذا. راكم تلاحظوا العمل راه يتقرب معنا. هنا خواتاتي انتبهوا جيدا، نرتفع بسلسلة هكذا، راح نحسب واحد اثنين في العمل السابق، واحد اثنين ونعملو غرزة حشو. هذا العمل ما تنساوش خواتاتي، نربطوا العمل مع بعض هنا، نربط العمل هذا مع هذا. ارتفعنا بسلسلة وفي الفراغ الثاني هنا عملنا غرزة حشو، نقلبوا العمل وفي نفس العمود نعملوا غرزة حشو سلسلتين، غرزتين حشو سلسلتين، هنا فوق العمود غرزتين حشو. نفس العمل راح نكرره تاع هاد الحاشية هذه اللي هنا في الأخير، راح نكررها هنا. هكذا كما راكم تلاحظوا كررت نفس العمل. الآن نرتفع بسبع غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نأتي لأول عمود هذا اللي هنا ونعمله غرزة حشو. نرتفع بأربع غرز، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نأتي إلى هنا الدائرة ونعمله غرزة حشو، نقلب العمل، لف لفتين وندخل إلى هنا لهذا الفراغ اللي هنا، راح نعمل نفس هذا العمل 12 عمود، نقلبوا العمل ونعملوا
فوق كل عمود عمود، وبين كل عمود وعمود غوزة واحدة. أحبتي وصلت العامل كما راكم تشوفوا، وصلت لثاني سطر بين كل عمود وعمود غوزة واحدة فوق كل عمود وعمود عمود. نأتي إلى هنا، واحد واحد الفراغ الأول، الفراغ الثاني، في الفراغ الثاني راح نعمل غوزة حشو ونجمع الغوز مع بعض، نلصق هذه مع هذه، وواصل العمل، طلع بسلسلة ونلف الخيط في نفس العمود راح نعمله غوزة حشو هكذا، ونطلع باثنين سلاسل في العمود الثاني، اثنين غوز حشو، وحواصل احبتي بنفس الطريقة. راكم تلاحظوا حاشية بزاف شابة وسهلة، تبعوا الخطوات فقط. راح اواصل انا بنفس الطريقة، وما تنساش تلصقوا البياسات مع بعض باش يجي العمل جميل هكذا. وصلت اخواتي بنفس العمل، راح نتعملوا قد المقاس ولا طول الما اللي انتم حابينه. هذا هو العمل تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من طريقه العمل والشرح. ما عليا غير نقول لكم ما تنساوش لايك للفيديو اذا كان العمل تاع نهار اليوم نال اعجابكم، ونخليكم على خير في اعمال اخرى باذن الله. السلام عليكم.